كلام الله يعني بالتعاون ديال المكتب والتضافر ديالنا كاملين باش نعطي واحد الاضافه ان شاء الله تعالى لهذا القطاع هذا اللي ما غاديش. انا اليوم في الحقيقه كنت اسف لي يعني مواقع او الناس او اللي تيقولوا مراكش تحتضر، نحن لا نحتضر، نحن الحمد لله هذا الشيء وباء جاء الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية قدماء لممول حفلة بجهات مراكش آسفي، برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله السلام على المقام العالي بإله مولاي. صاحب الجلالة نصركم الله وأيدكم وأدام في الصالحات ذكركم. يتشرف رئيس جمعية قدماء ممول الحفلات الصلاة على نفسه ونيابة على كافة أعضاء المكتب والمنخرطين بمناسبة انعقاد الجمع العام التأسيسي لجمعيتنا بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أصدق آية. تكون ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل، ولا ما كانش هذا النصاب كيتستدعى حتى هو جمع عام استثنائي في 15 يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم للإخوان العلم على المسؤول على الأخبار الوطنية وراه البوس، وكذلك المدير الجهوي ديال شوتي. معكم ممول الحفلات خطر سبعي بجهات مراكش. تنشكر جريدة أنفاس على الاستضافة، وتنت بهذه المناسبة تنعلن المولود الجديد اللي تزاد في جهات مراكش أسفي، وهي الجمعية المغربية لقدماء ممول الحفلات والتظاهرات بجهات مراكش أسفي، اللي تنتمنوا المجهودات باش نكونوا إضافة ويعطيو الناس إضافة جميلة لهذه الجهة إن شاء الله، ويكونوا واحد الآفاق مستقبلية لهذه المهنة والمهنيين. وتنشكروا جميع الإخوانيين اللي حضروا والبول الطلب، وتنتمناو إن شاء الله نكونوا مستفيدين ومفيدين في هذه الجهة إن شاء الله اللي مطلوقة على العاتق ديالنا إن شاء الله بإذن الله مع الإخوان كامل متفضى في الجهود الإخوان. تنشكروا السلطة الرابعة، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مولاي يوسف مسكين رئيس جمعية قدماء ممولي الحفلات لجهات مراكش أسفي. الحمد لله اليوم تم هذا المولود الجديد الحمد لله في المنطقة ديال طاسلطنت، اللي غادي يعطي هو ان شاء الله تعالى دفعه جديده للممولين الحفلات ديال جهه مراكش اسفي، وغادي يعطينا واحد التعاون فيما بيننا، لانه اليوم بعد الظرفيه الحرجه وبعد يعني الرساله ديال خطاب ديال جلاله الملك الله ينصره اتضح للجميع اليوم خصنا النهوض بهذا القطاع، وخصنا نديروا ايد في يد وتضافر الجهود باش نخرجوا من هذه الازمه، لانه لا بقينا كل واحد معتمد على نفسه او لا، هذا يعني راه غادي نكونوا كل واحد تيدور في الحلقه ديالو. كما كتعرفوا هذه الدروه هذه اللي داز ديال 7 و8 و9 هي الظرفيه اللي كيشتغلوا فيها ممولين الحفلات. المعاناه ما غاديش نقول لكم اليوم المعاناه والخسائر اللي تكبدوها اصحاب ممولين الحفلات ولا الناس اللي مرتبطين بهم، يعني الخدامه ولا اللوجيستيك ولا كذا، في اكثر ما غادي اليوم ان شاء الله تعالى نديروا عندنا تطلع للمستقبل على ما هو نديروا يد في يد ونتعاونوا فيما بيننا ونخرجوا لوجود للتاثير ديال الشباب ان شاء الله تعالى اللي غادي يحمل المشعل من بعدنا ان شاء الله في هذه الحرفه هذه كي تنقولوا. لكن ما غاديش نبقاو اليوم نقولوا بانه راه ضعنا او لا تكبدنا خسائر، في اكثر ما نشوفوا المستقبل، عندنا طموح ان شاء الله، عندنا بناء شراكات ان شاء الله المستقبل، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش يرفع علينا هذا الوباء وباش تكون هذه فاتحه خير، وتكون هذه الجمعيه ان شاء الله من باب الخير اللي كيطلع للمستقبل ديال هذا القطاع هذا ان شاء الله تعالى. وشكرا. انا بالرضا سعيد، عندي قاعة أفراح في مراكش، والآن نائب رئيس جمعية قدماء ممولين الحفلات، ودنا أسسنا هذه الجمعية إن شاء الله باش نضم بهذا
القطاع ديال الحفلات والقطاع ديال التعاون الفاشي ديال مع مراكش تم القطاع شي زعما و الاهداف ديالنا هو خصنا هو ان كاين عندنا بزاف ديال المشاكل في هذا القطاع وغادي نحاولوا نعالجوا هذه المشاكل ونحاول باش يكون داكشي كلشي مقنن يكون واحد البال لي تريتور عندهم مسائل مقننه باش اللي جاي يدير تريتور فهمتي هذه الاولى والثاني باش لان في هذا القضيه ديال الوباء اكتشفنا بان لي تريتور ما متفقينش بيناتهم وحنا حاولنا ان شاء الله ننشئوا هذه الجمعيه باش نحاولوا نحلوا هذه المشاكل ان شاء الله بحول الله طول العمر نحلوا هذه المشاكل ان شاء الله.